نبدأ من الأول. قلنا الآن سنستخدم طريقة حل المشكلات، وقلنا أول خطوة هو الشعور بالمشكلة. الخطوة الثانية منصور، ما سبب المشكلة؟ قبل السبب في خطوة، قبل السبب. نقفل الكاميرا، يفتح الكاميرا ويخليه معانا. اتفضل يا محمد. تحديد المشكلة. تحديد المشكلة، ثاني شيء تحديد المشكلة، ثم كما قال منصور. اتفضل يا منصور، اتفضل. الخطوة الثالثة. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا منصور. ما الخطوة الثالثة؟ السلام عليكم خالد. ما سبب المشكلة؟ سبب المشكلة. الخطوة الرابعة. أستاذ، تفضل يا أحمد. حل المشكلة. وآخر خطوة، الخطوة الخامسة. أستاذ، أطبق الحل. تطبق الحل على المشكلات المشابهة. بارك الله فيك. يبقى أنا عندي دلوقتي أول حاجة شعورنا بالمشكلة. متى شعورنا بوجود مشكلة في هذا الدرس؟ العارف يرفع يده. العارف يرفع يده، لازم يكون فتح الكاميرا عشان يشوف. تفضل يا عبد الله. نعم. قضي عمار صرخ. إذا ما لما صرخ عمار، عندما صرخ عمار، يبقى بقى شعورنا بوجود مشكلة. طيب نحدد المشكلة، كيف تم تحديد المشكلة يا عبد الله؟ عبد الإله قول يا عبد الإله. دخلت الأم وسألت عمارا عن سبب صرخه فحكى لها ما حدث. بارك الله فيك يا عبد الإله، رائع. يبقى كده عرفت المشكلة ايه. ما سبب المشكلة يا عيسى؟ طبعا اللي قافل الكاميرا انا مش هسأله خالص لان مانيش شايف رفع ايده. يا عيسى اتفضل. نعم، السؤال مش السؤال، بقول لك ما سبب المشكلة؟ ان خالد مسك القطار وسقطت من يده. وسقط من يدي فإيه؟ القطار. إيه اللي حصل لما سقط؟ انكسر. تكسر القطار. هذا هو سبب المشكلة. طيب محمد العوفي يقول لي كيف تم حل المشكلة؟ الأم قالت لي العمار إيه يا محمد؟ قالت له ستشتري غيره. قطار الغيره، ممتاز. لكنها أعطته درس في الصداقة. قالت له ماذا يا أسامة؟ أسامة النادي أو أسامة الصنع، الاثنين يجاوبوا أي حاجة. ماذا قالت العمار؟ قول يا منصور. قالت لعمار انه خلاص اقفل يا اسامه، اقفل عشان الصوت. اتفضل يا منصور. منصور اهو امامك على الشاشه، امامك على الشاشه اهي. يا بني سأشتري لك قطارا جديدا، ولكن من أين أأتي؟ ولكن أين أأتي لك بصديق كخالد؟ نجيب منين صديق يعوض؟ فهو هنا عرف أهمية الصداقة. صديق لا يعوض. لسه في حل موجود. ايه هو؟ ماذا فعل عمار حتى يحل المشكله؟
فضل يا محمد. إنه ندم. ندم عمار واعتذر إلى خالد وراح يلعبان معا. خالد القرعاوي. هاي استاذ. يا خالد لو كنت مكان عمار ماذا ستفعل؟ تعتذر. اعتذر إلى صديقك ليبقى صديقا لك. أحمد زهراني. نعم أستاذ. ما سبب المشكلة في هذا الدرس؟ سقط من يده. هو يعني سقط القطار. أيوة سقط القطار وتكسرت. صح انت بتقول صح. خلص. وتكسرت وتفككت اجزاؤه. ماشي كده يبقى سقط القطار. ممتاز. عبد المحسن. يا عبد المحسن. هل تعرف كيف حلت الأم المشكلة؟ إيه يا أستاذ؟ قول. قالت يا خالد طيب خليك معانا يا عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز. نعم استاذ. هل تعرف كيف حلت الام المشكله؟ ساشتري لك قطارا جديدا. ممتاز. تفضل يا ركان كمل. ولكن من أين أتي لك بصديق كخالد؟ أيوة كده قالت له علمته ما ينفعش الصديق يتعود لكن القطار سيتعود. وقام عمار أيضا بحل المشكلة من جانبه. ماذا فعل يا سعد؟ طبعا سعد قفل الكاميرا مش معانا. أمير ماذا فعل يا أمير عمار حتى يحل المشكلة؟ سيب العصير طيب الوقت وكلمني. استاذ اعتذر الى خالد. ايوه نادم واعتذر. جزاك الله خير يا امير. اشرب بقى يا عم بقى خلاص طالما جاوبت اشرب بقى براحتك. جزاك الله خير. يبقى احنا كده طبقنا طريقه حل المشكلات وعرفنا كيف نستخدمها في هذا الدرس.